خلينا نبدأ بأخبار نادي الزمالك. الأخبار بتاعتنا من عند نادينا. نادي الزمالك منح الكابتن معتمد جمال المدير الفني راحة للاعبين لمدة 24 ساعة اليوم الخميس بعد المباراة الودية اللي خاضها أمس أمام توت عنخ آمون وانتهت بفوز فريقنا بهدفين دون رد. الزمالك يستأنف تدريباته غدا الجمعة إن شاء الله لمواجهة أبو سليم الليبي يوم 26 نوفمبر الجاري. وده طبعا في دور المجموعات بالكونفدرالية. يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الكابتن معتمد جمال فريق أبو سليم الليبي عن طريق الفيديو وبالتحديد مواجهة كامبالا سيتي الأوغندي في دور ال 32 بالكونفدرالية اللي فاز فيها بطل ليبيا بنتيجة 5-4 بمجموع الماتشين. الجهاز الفني بيسعى للوقوف على مستويات لاعبي أبو سليم الليبي ونقاط القوة والضعف بالفريق المنافس قبل ماتش نادي الزمالك إن شاء الله. وعجبني قوي إن كابتن معتمد جمال بيتابع كل تفصيلة بنفسه. قبل ما اقول لحضراتكم او قبل ما اكمل مع حضراتكم اخبارنا، ابو مكه النهارده الغزاله رايقه والدنيا حلوه، ابو مكه يحرز الهدف الثاني لمنتخب مصر. جونين فاقل من تقريبا نص ساعه منذ انطلاق المباراه. ان شاء الله باذن الله تنتهي بثلاثه او اربعه او خمسه ورفاق صلاح يقدروا ان هم يضيفوا المزيد والمزيد من الاهداف، لان ده اكيد بيسهل علينا مشوار التصفيات. فان شاء الله نوافي كده حضراتكم كل شوية بكل ما هو جديد. كابتن معتمد جمال بيجتهد بشكل كبير جدا في تدريبات نادي الزمالك، عايز اللعيبة تكتسب لياقة بدنية وفورمة عالية جدا. أفريقيا دلوقتي أو اللعب في أفريقيا بيحتاج أن اللاعب يكون فت، بيحتاج أن اللاعب يكون فورمة عالية. عشان كده كابتن معتمد جمال موجود مع اللعيبة في كل صغيرة وكل كبيرة، والنجاحات دايما بتبان في التفاصيل الصغيرة، الجانب البدني، الجانب التكتيكي، الجانب النفسي أو البعد النفسي اللي بيكون ليه انعكاسات كبيرة جدا على اللعيبة. أيضا الكابتن معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك طلب من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق تقرير طبي شامل عن حالة اللعيبة المصابة خلال الفترة الحالية. دكتور محمد أسامة بيقوم بتجهيز ريبورت شامل لتقديمه للمدير الفني قبل مران بكرة إن شاء الله، وموقف كل لاعب من المشاركة في التدريبات وجاهزيته للمباريات. نروح لدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي لفريق الزمالك اللي طبعا كان بيتكلم على مشاركة عمر جابر الظهير الأيمن للفريق في مران الجمعة بعد شفائه من الإصابة في العضلة الضمة. وقال دكتور محمد أسامة في تصريحات خاصة لأخبارنا أن عمر جابر هيكون مشارك في التدريبات الجماعية إن شاء الله بداية من مران غدا. وفي الحقيقة الناس دايما بتجتهد هنا تيم الإعداد عشان يجيب لحضرتك كل المعلومات اللي بتخص كل لعيبة الفريق، ونطمن دايما جمهور نادي الزمالك على حالة كل لاعب. ففي الحقيقة بشكرهم شكرا جزيلا. وخلاص تأكد جاهزية عمر جابر في تصريحات خاصة من الدكتور محمد أسامة لفريق إعداد برنامج أخبارنا والمشاركة في مباراة أبو سليم الليبي. وبالمناسبة أحمد سيد زيزو كان في حوار معايا من فترة كده قبل الموسم ما يبدأ في فترة البري سيزن، قال لي أنا بوعد جمهور نادي الزمالك إن هم هيشوفوا عمر جابر مختلف. وبالمناسبة كان هو وزيزو مع بعض في الجيم على طول. زيزو ما بيعرفش يعني ايه داي اوف، او ما يعرفش يعني ايه يكون في يوم اجازه، لا الراجل على طول رجله في الجيم، رجله في الملعب، الناس كلها مريحه تلاقي زيزو فين؟ زيزو في الجيم. فبالتالي ده بينعكس عليه في ارض الملعب. وبالمناسبه لما يكون لاعب 3 سنين افضل لاعب في الدوري المصري دي ما بتجيش من فراغ، تفاصيل كتير جدا، وحضرتك في الاخر بتشوف النتيجه او بتشوف الناتج عن هذا النجاح، ولكن هي رحلة كبيرة كلها تحديات. قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة الكابتن معتمد جمال الدخول في معسكر مغلق في برج العرب قبل مواجهة أبو سليم الليبي ب 48 ساعة.
وعادة نادي الزمالك لما بيدخل معسكر بيكون قبلها ب24 ساعة، ولكن القيادة الفنية للكابتن معتمد جمال بنكن ليها كل الاحترام، وعشان كده مجلس الإدارة وافق على الفور لما علم برغبة الجهاز الفني في الدخول في معسكر مغلق قبيل المباراة ب48 ساعة لمزيد من التركيز داخل صفوف الفريق. وافق طبعا مجلس الإدارة على طلب الكابتن معتمد جمال.